أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على إكس، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك، وتنقلها مباشرة صوت المدى. بين تأكيد الرئيس الإيراني أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد بالشكل المناسب واجتماع مجلس الأمن الدولي غدا بطلب من إيران، واكتفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإشارة إلى أن إسرائيل ضربت بقوة قدرة إيران على إنتاج الصواريخ، من الواضح أن واشنطن نجحت في احتواء التصعيد الإقليمي أقله في المدى المنظور، فهل يمكن أن ينسحب ذلك نجاحا في فرض هدنة ولو مؤقتة في غزة وتاليا لبنان، ما يفتح الطريق أمام النقاش في هدنة دائمة؟ حتى اللحظة كل الاحتمالات واردة، ولو أن بعض المتابعين يبدون تشاؤما ربطا بمصلحة بنيامين نتنياهو في انتظار الانتخابات الأمريكية بعد 10 أيام ليبني على شيء مقتضاه، متفاديا تقديم هدايا سياسية مجانية قد لا تفيد دونالد ترامب، خصوصا في ضوء التواصل الدائم بين الطرفين الذي سئلت عنه اليوم كمالا هاريس لتجيب بأنه لا يزعجها، لكن من دون أن توضح هل يؤثر برأيها سلبا على جهود إدارة جو بايدن للتوصل إلى هدنة. وفي وقت تكاد تغيب المعطيات حول مجريات مفاوضات الدوحة، كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع أن المحادثات تهدف إلى إقناع إسرائيل وحماس بالموافقة على وقف إطلاق نار في قطاع غزة لمدة تقل عن شهر، على أمل أن يؤدي ذلك إلى اتفاق أكثر استدامة. ولفت المسؤول إلى أن تفاصيل الصفقة أو أعداد الرهائن والسجناء لم تنضج بعد. أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فتعمد الكشف أن القاهرة اقترحت وقفا لإطلاق النار لمدة 2 يوم في غزة لتبادل 4 رهائن إسرائيليين مع بعض السجناء الفلسطينيين. وأوضح السيسي أنه خلال 10 أيام من الهدنة سيتم وفق المقترح المصري التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع وصولا إلى وقف كامل لإطلاق النار. أما لبنانيا فترقب سيد الموقف لمصير مفاوضات الدوحة كما لنتائج زيارة أموس هوكستين لإسرائيل لمعرفة هل يعود غدا إلى بيروت حاملا جوابا إسرائيليا إيجابيا على المقترح الأخير، علما أن قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أكد الليلة وجوب إنجاز مهمة التأكد من أن حزب الله لم يعد يهدد الشمال. وفي الموازاة واصلت إسرائيل تصعيدها الميدانية والسياسي، وجدد بنيامين نتنياهو وصف الحرب الدائرة في غزة ولبنان بالوجودية التي لن تنتهي إلا بالنصر. وعلى وقع حادثة جليلوت والأنباء الواردة عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، قطع أقارب عدد من قتلى هجوم 7 من تشرين الأول خطاب نتنياهو في مؤشر واضح إلى اعتراض داخلي متزايد على الأفق المسدود للحرب والتمديد اللامحدود للأعمال الحربية الإسرائيلية في غزة ولبنان. وإلى شكاوى التي سبق وقدمتها وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تم تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن اعتداءات إسرائيل على لبنان خلال الأسبوع الأخير. ودان لبنان استمرار إسرائيل في عدوانها وتوغلها البري العسكري داخل أراضيه وارتكابها المزيد من المجازر بحق المدنيين وتدميرها بشكل متعمد وواسع الممتلكات المدنية وتفجير قرى حدودية وأحياء بأكملها في الجنوب، كما فعلت في بلدتي ميس الجبل ومحيبيب متذرعة باستهداف مخازن أسلحة أو مقرات عسكرية. كما دان لبنان استهداف إسرائيل المتواصل للجيش اللبناني ولفرق الإسعاف والصحفيين وقوات اليونيفيل وشن غارات على مقربة من مستشفيي بيروت الحكومي وبهمن، واستهداف مبان بلدية واغتيال رؤسائها، وطلب من مجلس الأمن إدانة الاجتياح الإسرائيلي لأراضيه وانتهاك سيادته والاعتداءات الواسعة والمتواصلة على أمنه وسلامة شعبه، كما بإلزام إسرائيل بالتطبيق الكامل للقرار 1701 بدءا بالوقف الفوري للأعمال العدائية والانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية. من جهته أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوك أنه يجب إعادة المخطوفين في قطاع غزة على الفور، وأن تصفية زعيم حماس يحيى السنوار أوجدت نافذة يجب عدم إضاعتها.
وسط ترقب زيارة المفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكستين إلى تل أبيب، أفادت معلومات باحتمال عودته إلى بيروت في حال كانت أجواء محادثاته الإسرائيلية إيجابية، حيث يريد الحصول على جواب حول مبادرته. ونقل عن مصدر دبلوماسي قوله أن هوكستين يظهر تفاؤلا حذرا حول إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، والسبب في ذلك هو ترقب موقف بنيامين نتنياهو. وأضافت المعلومات أن رئيس الاستخبارات الفرنسية ورئيس جهاز أمن الدولة القطري سيتوجهان إلى بيروت لوضع لمسات الأخيرة على الاتفاق في حال لمس هوكستين إيجابية جدية من نتنياهو. إلى ذلك، وفيما تركز مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان على أولوية نشر الجيش اللبناني في الجنوب ومسؤوليته في تنفيذ آليات تطبيق القرار 1701، لفتت زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى المملكة الأردنية، حيث بحث مع العاهل الأردني عبد الله الثاني الأوضاع في المنطقة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، بالإضافة إلى وضع المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها. وبحسب بيان الجيش، فقد أكد الملك الأردني أهمية دور الجيش بوصف فيه ضمانة الأمن والاستقرار في لبنان ووقوف الأردن الدائم إلى جانبه. في المقابل، أعرب العماد عون عن شكره العميق للمملكة الأردنية على دعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية ولبنان، لا سيما على مستوى المساعدات الإنسانية التي قدمتها خلال المرحلة الحالية. زيارة عون تأتي تلبية لدعوة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء ركن الطيار يوسف أحمد لحنيطي، الذي بحث معه سبل دعم الجيش في المرحلة الراهنة. وبموازاة الحراك الأمريكي لوقف النار في قطاع غزة، جولة محادثات جديدة لوقف النار في لبنان، جولة محادثات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة بين رئيس الوزراء القطري محمد عبد الرحمن الجاسم ومدير الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز ورئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيع حول وقف النار في قطاع غزة. هذا في وقت ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الشباك رونين بار لم ينضم إلى الوفد الإسرائيلي. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع قوله إن المحادثات ستركز على وقف إطلاق النار في غزة لأقل من شهر وتبادل محتجزين إسرائيليين مع أسرى فلسطينيين، كما أنها تهدف إلى التوصل إلى اتفاق قصير الأجل يؤدي إلى اتفاق أكثر استدامة. وفي سياق متصل، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر اقترحت هدنة من يومين في قطاع غزة لمبادلة 4 أسرى إسرائيليين ببعض المعتقلين الفلسطينيين. وقال السيسي أن محادثات ستعقد خلال 10 أيام بشأن تنفيذ وقف فوري مؤقت لإطلاق النار للتوصل إلى وقف دائم، مجددا رفض تهجير الفلسطينيين قصرا خارج قطاع غزة. النشرة مستمرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين اجتماعا طارئا بناء لطلب إيران للنظر في الهجوم الإسرائيلي على أراضيها فجر أمس السبت ومحاسبة تل أبيب. وأفادت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بأن طائرات إسرائيلية هاجمت مواقع عسكرية إيرانية من الأجواء العراقية، ما يثبت ضلوع الولايات المتحدة في الجريمة. وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن العدوان الإسرائيلي على إيران جاء امتدادا لجرائم إسرائيل في غزة ولبنان، مشددا على أن استمراره يعرض أمن المنطقة والعالم لخطر كبير ويزيد من الاضطرابات الإقليمية. عراقجي الذي أكد نجاح الدفاعات الإيرانية في اعتراض معظم المقذوفات التي أطلقتها إسرائيل، أقر بأن الضربة ألحقت خسائر ببعض النقاط المستهدفة وأدت إلى مقتل 4 من القوات المسلحة الإيرانية. قال الرئيس الإيراني مسعود بيشكيان أن بلاده ستدافع عن حقوقها وسترد بالشكل المناسب على اعتداء إسرائيل على أراضيها. وخلال ترأسه اجتماعا للحكومة، شدد بيشكيان على أن إيران لا تسعى للحرب، محذرا من أن استمرار الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية سيفضي إلى توسيع الحرب. وكان الرئيس الإيراني قال إن على أعداء إيران أن يعلموا أن شعبها الشجاع يقف بلا خوف في الدفاع عن أرضه، وسيكون رده على أي حماقة إسرائيلية بحكمة وذكاء. فاصل قصير ونعود لمتابعة النشرة. طمأن عضو تكتل لبنان القوي نائب سيزار أبي خليل حزب الله إلى أن التيار الوطني الحر لا يخضع لإملاءات الخارج، مؤكدا في حديث للأوتيفي أن التيار لن ينتخب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا لأنه يرفض أن يكون جزءا من فشل جديد للدولة.
وأضاف أن التيار أحجم عن ترشيح أي اسم، مذكرا أن رئيس حزب القوات سمير جعجع هو الذي رفض اتفاق معراب لناحية الالتزام بإيصال صاحب أكبر كتلة مسيحية للرئاسة، وبالتالي هو من يتحمل مسؤولية قراره. اليوم التيار الوطني الحر ما عليه، ما تواخذيني، التيار الوطني الحر كان أول المبادرين، اليوم 27 مثل اليوم من شهر تم اغتيال واستشهاد السيد حسن نهار السبت اللي تلي. الوزير باسيل كان أول واحد طلع وحكي بثلاث نقط، بنرجع بنكررهم، موضوع وقف اطلاق النار وال1701، موضوع النازحين، وموضوع رئاسة الجمهورية، الوحدة الداخلية. اليوم الكل لحقوا التيار الوطني الحر بهو ثلاث عناوين، ما في اجتماع بصير بين اطراف سياسيين الا على جدول اعماله، وهن ثلاث عناوين. نحن ناطرين انتخابات رئاسة جمهورية، نروح على رئيس توافقي بين كل الاطراف اليوم العقلاء اذا بدك بالبلد يلي عم يتلاقوا على العناوين الثلاثة اللي ذكرناها، انه نروح نسرع بانتخابات رئاسة الجمهورية، لانه هيدي بتكون عم بتزيد المناعة، عم بتزيد المناعة الوطنية تجاه مخطط. ليه حزب الله تطالبونه بوقف اطلاق النار ولو من جانب واحد؟ نحن نقلت من عندنا هيدا الامر، مزبوط، انما هيدا وفسره، بس هيدا لا ما نعطي ذريعه لقصف المدنيين، بس هيدا لا يعني انه اسرائيل اللي نستسلم بوجه اسرائيل اللي هجمه على جنوب وسلم، لا ما في قصف، لا ما في قصف الضاحيه، منا جبهه الضاحيه، وقصف داخل منه جبهه. هلا حزب الله يقول ايضا انه عم يقصف مراكز عسكريه، طالما حزب الله عم يقصف هونيك مراكز عسكريه ويمنع الهجوم واحتلال الجنوب، هيدا حزب الله سيطلع خاسر من هذه المعركه؟ مصرون لين؟ لا، أنا عم بستند إلى كلام لرئيس الجمهورية السابق العماد مشعل عون، كان واضح جدا نصح بعدم الذهاب لهذه المعركة لأنه فيها خلل بموازين القوى، وحتى الساعة يعني كتار بيرددوا هذا الكلام، بيرددوا هذا الكلام. في الحرب فيك تربحيها وفيك تخسريها وفيك ما تخسريها، فيك ما تربحيها وما يعني فيها ما تخلي إسرائيل تربح، ما بتخلي اسرائيل تربح وتفوت عليكي، هيدا ما بتكوني ربحتي الحرب بعد كل الهيدا، بس ما بتكوني خسرتي الخساره المدويه، الخساره المدويه بتكون لما اسرائيل تحتل لنا ارضنا. مش شايفة؟ انا لحديت هلا بعد شهر انا شايف انه اسرائيل بالحملة البرية ما قدرت تتقدم بالشكل يلي كان في البعض، اكان بالخارج او بالداخل، ناطرها بعد جمعة بصيروا على الليطاني وبعد جمعتين. انه في خلل بالاخر في موازين، اكيد في خلل بموازين القوى، كيف ما بوافق الرئيس عون؟ ما عم نقول لك شو صار الحد، بده يربح او يخسر برايك حزب الله؟ هيدا سؤالي. يربح الحرب ما لا يستطيع ربح الحرب، بس فينا ما نخسرها، بس ما فينا ما نخسرها باحتلال اسرائيل الأرض. أشار البطريرك الماروني الكاردينال مارك بشارة بطرس الراعي إلى أن البابا فرانسيس أكد له أن صلاته دائما من أجل لبنان وشعبه، كما أبدى حرصه الشديد على المحافظة على دور لبنان ورسالته في التعددية والحوار بين الأديان وعلى رسالة المسيحيين فيه. الراعي وإذ شكر الله على نجاح القمة الروحية الإسلامية المسيحية التي انعقدت في بكركي، أكد أنه سيتابع مع رؤساء الطوائف آليات تحقيق مضمون بيانها، كما تطرق إلى مؤتمر باريس. في غمرة التحديات القاسية التي يواجهها لبنان، نشكر الله على نجاح القمة الروحية المسيحية الإسلامية التي انعقدت في بكركي قبيل توجهنا إلى روما، وقد أكدت كسابقاتك على جملة ثوابت وحقائق كانت ولا تزال في أساس الكيان اللبناني، بدءا من وحدة اللبنانيين الراسخة في كنف دولتهم وفي كنف الشرعية الدولية
وصولا إلى تضامنهم الإنساني والأخوي الذي يتجاوز كل اختلاف سياسي. وكان إجماع من القادة الروحيين على أن مدخل الحلول لأزماتنا هو انتخاب رئيس للجمهورية يكون حاميا للدستور وضامنا لوحدة اللبنانيين. وفي هذا السياق سوف نتابع مع الإخوة رؤساء الطوائف آليات تحقيق مضمون بيان هذه القمة التي شكلت علامة مضيئة في عتمة هذه الأيام وقد لاقت ارتياحا داخليا وخارجيا، خصوصا لجهة تجسيد صورة لبنان الحقيقية بتعددية طوائفه. إننا نحيي معكم مؤتمر باريس الذي انعقد في 24 من هذا الشهر، الذي وضع خريطة طريق كحل دبلوماسي للحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، وقوامها 3 نقاط. أولا، وقف إطلاق النار فورا. ثانيا، تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 وبخاصة انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني. ثالثا، انتخاب سريعا لرئيس الجمهورية. إننا نشكر الدول التي تمثلت في هذا المؤتمر وعلى جمع 1 مليار دولار أمريكي للبنان مفصل توزيعها وبشكل تصل إلى الموجهة إليهم. من المؤسف أن الحرب بين حزب الله وإسرائيل خرجت عن نظامها الدولي، إذ راحت تحصد أطفالاً ونساء ومدنيين عزل ومؤسسات إنسانية. مع هذا الخبر نصل إلى ختام النشرة. للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وعبر صفحات الOTV على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.